خلينا نروح للنادي الاهلي ونروح لزميلنا فاروق صلاح جاهز من داخل النادي الاهلي لمتابعه تدريب الاهلي النهارده ونطمن منه على اخبار الفريق ونطمن واطمن انا شخصيا معاكم على حاله اصابه رضا سليم ونطمن هل ممكن يكون جاهز للمشاركه في مباراه ام بي ولا لا. يا فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني بمعنويات مرتفعه جدا النادي الاهلي بيستأنف تدريباته بعد تجاوز عقبه سان جورج في مجموع المباراتين والفوز بسبعه اهداف في مجموع المباراتين وصعود الى دور المجموعات. خلاص الفريق بيقفل صفحه الملف الافريقي بالكامل ويبدا النهارده استعداداته لمباراه امبي في الدور قبل النهائي لكاس مصر، بطوله مهمه جدا وبطوله من البطولات اللي مطالب بيها النادي الاهلي هذا الموسم، الدفاع عن اللقب والحفاظ على لقبه في كاس مصر. خليني اقول لك زميلي احمد ان النهارده المستر كولر عقد محاضره مع اللاعبين، طبعا شكر اللاعبين على ادائهم في لقاء الامس واللقاء الاول امام فريق سان جورج وطالب اللاعبين خلاص بغلق الملف الافريقي بالكامل والبدء في فتح صفحه ملف مباراه انبي، مباراه مهمه جدا، مباراه في تفاصيلها باحداثها، مباراه يعني مستر كولر بياكد على هذا الامر، مباراه الكاس، التجنب المفاجات، عدم النظر لبدايه فريق انبي في الدوري، ضروره الفوز والصعود الى المباراه النهائيه. ثم بعد المحاضره انطلق المران، تعرف زميل احمد النهارده كان استشفى للمجموعه اللي شاركت في اللقاء بالامس، ثم تدريب بقى مكثف اشتمل على نواحي بدنيه ونواحي خططيه للاعبين اللي ما شاركوش في اللقاء بالامس او اللي شاركوا على اجزاء متقطعه من هذه المباراه. ابتدى طبعا بالجزء البدني مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم الجانب الخططي والجانب الفني اللي دايما مستر كولر بيحاول يعمل ويوازن ما بين المعدل الحمل التدريبي بالنسبه للعيبه اللي شاركت في المباراه بالامس واللعيبه اللي ما شاركتش ويعمل توازن ما بين هذا الامر. طبعا الى جانب يعني حاله الروح المعنويه اللي شايفينها عند بعض اللاعبين، يعني امثال محمد مجدي قفشه وتالقه بالامس اللاعب كريم الدبيس اللي اشاد به مستر كولر، وايضا محمود عبد المنعم كهربا. يعني زميلي احمد كهربا من بعد المباراه الاولى يعني تحس ان كهربا زعلان شويه بعيدا عن حاسه التهديف، لكن النهارده الاجواء مختلفه بالنسبه لكهربا الاجواء مختلفه، الروح المعنويه مختلفه، الهدفين فرقوا مع كهربا، اعتقد الروح المعنويه اللي شايفينها عند كهربا والعناصر اللي مهمه في فريق النادي الاهلي يبان مردوده ان شاء الله امام انبي المباراه القادمه باذن الله. طيب يمكن فاروق عارف او عرفت انه رضا سليم النهارده هيخضع لكشف طبي حسب تصريحات طبعا دكتور احمد جبال رئيس الجهاز الطبي عشان يتم تحديد موقفه من يعني او جاهزيته للمشاركه في التحضيرات والاستعدادات لماتش انبي من عدمه، عارف انه في مشكله في الركبه، هل عندك تفاصيل او عندك تطورات جديده فيما يتعلق بقصه رضا سليم؟ يعني خليني اقول لك بالتحديد يعني رضا سليم او يعني انت بتتكلم ايضا على صلاح محسن وكريم نيدفيد ومتولي وعمرو السوليه، يعني كان ليا حديث مع الدكتور احمد جاب الله اللي قال لي انا في فحوصات هتتم النهارده للاعبين بعد مباراه بعد التدريب اليوم، طبعا منهم رضا سليم لتحديد مدى امكانيه لحاقه بمباراه انبي ان شاء الله. تقدر تقول ايضا صلاح محسن هيتم ايضا ليه اجراء فحوصات اليوم طبعا، وايضا كريم نيدفيد، لكن خليني اكد لك ان يعني كريم نيدفيد بالنسبه له الامور ان شاء الله طيبه، ان شاء الله يكون موجود، لكن مش هيكون موجود معاك في مباراه انبي ولا يعني مباراه الاسماعيلي بالنسبه لكريم نيدفيد، كريم نيدفيد ومحمود متولي، لكن مدى جاهزيتهم ان شاء الله يكونوا جاهزين معاك لمباراه سيمبا التنزاني. لكن الفحوصات اللي هيتم اجراءها النهارده بخصوص رضا سليم وصلاح محسن لتحديد ان شاء الله مدى جاهزيتهم ان شاء الله والتحاقهم بمباراه انبي باذن الله. طبعا ده هيكون بعض الفحوصات والبعض الفحوصات الطبيه اللي هيعملها الدكتور احمد بالله في بعد ما رن اليوم. وخليني اكد لك ايضا ان الفريق غدا هيكون راحه من التدريبات، طبعا هيكون في وقت كافي ايضا طبعا ل يعني فرص لحاقم بالتدريبات الاخيره للنادي الاهلي، سواء التدريب الاخير يوم الاثنين ويوم الثلاث ان شاء الله، يعني بعد الفحوصات الطبيه ان شاء الله يكون رضا سليم جاهز ويكون صلاح محسن جاهزين ويكونوا موجودين مع الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه. خليني اطمنك ايضا زميلي احمد بالنسبه لانتوني موديست اللي موجود النهارده بيشارك في التدريبات بشكل كامل، طبعا كان في جزء بدني خلال الفترة الماضية شغال عليه مع تيتسيان اندويا، النهارده خد جزء بدني ايضا مع اللاعبين، وفي الوقت اللي انا بكلمك فيه بيشارك فيه التدريب الجماعي ليلي النادي الاهلي، مستر كولر بيتكلم معاه، واحد من الاضافات طبعا المهمة جدا اللي منتظر منها جمهور النادي الاهلي
بقالي كتير، ان شاء الله يكون واحد من اللعيبه اللي موجوده في مباراه انبي باذن الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح. دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي.